علينا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال، وش راكم؟ إذا مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد في هذه المناسبة السعيدة. أباكم مش عمو يزيد ولابس البرنوس وهذا السنيواي مرايا وكامل؟ بماذا نحتفل؟ تعالي بنتي روحي. واسمك؟ هويام. اسمك شباب، بماذا نحتفل؟ بعيد الفطر. عيد الفطر، برافو بنتي، برافو. عيد الفطر يجي بعد ماذا؟ تعالي بنتي، تعالي. واسمك بنتي؟ وردة. وردة، وردة وانتي وردة، الله يبارك. يجي بعد ماذا؟ رمضان. رمضان، شهر رمضان المعظم. شكون اللي صام فيكم؟ شكون اللي صام كامل؟ شكون اللي صام لأول مرة؟ أول مرة اللي يصوم؟ برافو، مرفة تصومي؟ الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. وكي تصوموا؟ تعطشوا ولا تجوعوا؟ ما تعطشوا ما تجوعوا. برافو. إذا الصيام مليح يا أطفال، ولكن أنتم كأطفال مليح أنكم تصوموا من ذاك، ماشي شرط أنكم تصوموا كاع الشهر وكامل، كي تكونوا تعبانين ما تصوموش، كي تشوفوا روحكم تعبتوا ما لازمش تفرسيوا على روحتكم وكامل يا أخي. إذا في هذه المناسبة اللي هو عيد الفطر، مناسبة مهمة مهمة جدا، نتقدموا بأحر التهاني لكاع الأمة الإسلامية، نقول لهم إن شاء الله يكون قضوا صيام مقبول إن شاء الله. إذن عيدهم سعيد لكل الأمة الإسلامية. لغز اليوم يقول، تحبوا الألغاز؟ ما هو الشيء الذي نبتلعه ويبتلعنا؟ أعيد اللغز، ما هو الشيء الذي نبتلعه ويبتلعنا؟ على بالي بلي شاطرين، ولكن فكروا إلى غاية نهاية الحصة، أنتم والأصدقاء اللي راهم يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا عن اللغز ويربحوا هدية قيمة بهذه الطريقة هذه. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. بما أننا في أيام عيد الفطر، طلبنا من هدى أنها ديرنا بحث تعرفنا عن شخصية مهمة، هي شخصية حمزة بن عبد المطلب. إذن اتفضلي هدى. السلام عليكم أصدقائي الأطفال. بمناسبة عيد الفطر المبارك اليوم، جيت نحكي لكم على سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. صحابي جليل عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تراضعا معا. توجد صلة قرابة من جهة أمه مع الرسول، فأم حمزة هالة بنت وهيب بن عبد مناف، هي ابنة عمي آمنة بنت وهب بن عبد مناف، أم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن عب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر، وهذا ما اتفق عليه من نسبه، وهو شبيه كثيرا بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم. أسلم في السنة الثانية لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سبب إسلامه لما رأى أذى قريش للرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد إسلامه عرفت قريش أن محمد نال من المنعة والقوة الكثير، فتراجع عن أذيته. قبل إسلامه كان شجاعا وقويا، فهو أشد فتى في قبيلة قريش. وحمزة عم الرسول هو الذي خطب خديجة رضي الله عنها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولشجاعته وقوته، فإن أول لواء في الإسلام هو لواء حمزة بن عبد المطلب الذي أرسله إلى سيف البحر من أرض جهينة، ولقد لقب بأسد الله ورسوله. هاجر حمزة بن عبد المطلب مع من هاجر من المسلمين من مكة للمدينة المنورة. وبعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم
آخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، فقال: تآخوا في الله أخوين أخوين. وآخى بين حمزة وزيد بن حارثة. ومما عرف في المصادر التاريخية عن زوجته أنه تزوج عدة زوجات، وهن بنت الملة بن مالك بن عبادة بن حجر بن عوف الأوسية الأنصارية، وذلك أنه ممن قتل الكثير من الكفار على يده، وكانوا يخشون اللقاء به في المعارك. وقتله عبد حبشي اسمه وحشي، وكان ثمن عتقه من العبودية أن يقتل سيدنا حمزة رضي الله عنه. ففي غزوة أحد عندما كان أسد الله ورسوله يفتك بالكفار، أصابه العبد الحبشي بحربة في صدره. حزن الرسول على موته حزنا شهيدا، فرحم الله حمزة وكل شهداء المسلمين. شكرا 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 هدى، شكرا شكرا هدى. إذن حمزة بن عبد المطلب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكون اللي كامل شفتو؟ أصدقائنا شافوا فيلم الرسالة وين شفوا حمزة؟ شفتوه؟ برافو. وين شفنا سيدنا حمزة رضي الله عنه وين يدافع على رسول الله مع الصحابة اللي كانوا معه، وتم اللي اعتنق الإسلام وكامل إذن رضي الله عنه. وفي هذا الأثناء رايحين نستضيفوا نور الهدى وإناس اللي راح يديروا لكم الحنة. إذا تفضلوا نور الهدى وإناس وعمو يزيد يغني لكم الأغنية. هيا الفجر في يوم العيد لو تدري، يا بشرى المسلمين به عيد جاء بالخير. محلى طلة الفجر في يوم العيد لو تدري، يا بشرى المسلمين به عيد جاء بالخير. بعيد جاء بالخير، جاءنا العيد جاءنا العيد. دامت الآيات فغنوا وافرحوا يا أولاد، عيشوا فرحة وسرور إلينا نوره قد عاد، إلينا نوره قد عاد. عيد دامت الآيات فغنوا وافرحوا يا أولاد، عيشوا فرحة وسرور إلينا نوره قد عاد، إلينا نوره قد عاد. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. في يوم هلت الأفراح والله عطرها قد فاح، يا ربي اجمعنا يا ربي بجنب بعضنا نرتاح، بجنب بعضنا نرتاح. في يوم هلت الأفراح والله عطرها قد فاح، يا ربي اجمعنا يا ربي بجنب بعضنا نرتاح. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. محلى طلة الفجر في يوم العيد لو تدري، يا بشرى المسلمين به عيد جاء بالخير. عيد لو على القلب سنرمي الناس بالحب، فلا دمع ولا أحزان تألف بيننا ربي. عيد لو على القلب سنرمي الناس بالحب، فلا دمع ولا أحزان فألف بيننا ربي، فألف بيننا ربي. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. عيد دامت الأعياد فغنوا
وافرحوا يا ولاد عيشوا فرحة وسرور. إلينا نوره قد عاد، إلينا نوره قد عاد، عيد دامت الأعياد. فغنوا وافرحوا يا ولاد عيشوا فرحة وسرور. إلينا نوره قد عاد، إلينا نوره قد عاد، جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد، فتهليل وتكبير وتحميد. محلى طلة الفجر في يوم العيد لو تدري، يا بشرى المسلمين به عيد جاء بالخير. برافو 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 يا أطفال. دركا نروحوا نعيطوا لعمو نسيم اللي جانا من مدينة شرشال في ألعاب الخفة. تحية لعمو نسيم، تفضل تفضل. رحبوا معايا بعمو نسيم، تفضل عمو نسيم. برافو 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 برافو. عمو يزيد راح يحكي لكم كالمعتاد. تحبوا الحكايات؟ نعم. إذن راح نحكي لكم حكاية ابن الحاكم والفراشات. يلا معي. كما وعدتكم يا أطفال، عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية ابن الحاكم والفراشات. واحد النهار كان واحد الحاكم زادوا عنده زوج دراري، ولكن لما جاوا باش يقولوا له، لانه المشكل ولد الملك، ولد الملك الاولاني اللي يزيد هو اللي يكون ولي العرش، هو اللي من بعد يولي ملك كيموت باباه. ولكن هما زادوا توام
وكي زادوا من بعد هذوك اللي الحكماء وكامل اللي زادوا عندهم دراري ما شفاوش شكون اللي خرج الاول، لانه ثواني توام هما خافوا، راحوا عند الملك قالوا له جلاله الملك انا خايفين ما عرفناش شكون الاولاني شكون الثاني. قال لهم معليش، بعد انا ندبر راسي كاش نعرف ولادي شكون اللي يعتلي العرش. ومن بعد 7 سنوات من بعد الملك توفى، مات بلا ما يختار شكون ولي العرش. ومن بعد هذوك الحكماء اللي معاه اللي يخدموا معاه اللي يستشيروا الملك وكامل قعدوا يخموا كيفاش درك نديروا باش نخيروا ولي العرش. ومن بعد يقعدوا هما شغل لا ريجونس، شغل هما يقعدوا يحكموا مع هذاك الطفل حتى يكبر. واحد قال لهم عندي فكرة، قال لهم نجيبوا فراشة نحطوها ونسقسيهم في اثنين واش يديروا بهذيك الفراشة كي تكون الفراشة هكذا فوق جدع الشجرة ولا واش يديروا لها. زقوا الأطفال هذوك في زوج حطوا لهم الفراشة، سقسوا الأول قالوا كي تكون عندك فراشة هكذا فوق جدع الشجرة واش دير؟ قال لهم أنا نحاول نرفدها هكذا ونلعب معها. والثاني قالوا له وانت واش دير؟ قالوا أنا كي نشوف فراشة هكذا نعبص عليها نشوفها لا صحيحة ولا لا لا. هذوك الحكماء داروا لبعضهم بداوا يهضروا، قالوا هذا راهو صغير هكذا وحب يعبص على الفراشة، اسمع هذا بكري كي من بعد كي راح يكبر ما يكونش فيه الخير. إذا اختاروا الطفل الأول اللي قال لهم نلعب مع الفراشة عرفوه باللي حنين. إذا هذه الطريقة هذه اللي اختاروها باش يختاروا ولي العرش. إي عمو يزيد، نستخلصوا من الحكاية أنه يجب علينا التراحم بيننا. برافو 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 بوبي. إذا الإنسان اللي عنده الرحمة في قلبه يقدر يكون عنده رحمة على الناس. كي ترحم الحيوان ترحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا أخي يا أطفال يلا معايا. إذا يا أطفال عيد مبارك لكل الأمة الإسلامية. إذا تصفيقة على نور الهدى وإناس يداو لكم الحنة. برافو نشكرهم، تفضلوا تفضلوا يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. إذا ودركا دركا ماذا بيا يا أطفال اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي. شكون؟ تعال أروحي بنتي أروحي. واسمك؟ ميليسا. ميليسا وين تسكني؟ شراقة. شحال في عمرك؟ 7 سنين. 7 شاطرة هكذا 7 سنين. الله يبارك، احكي لنا. كان واحد الراجل هو كل يوم معاه يروح صباح بكري قهواجي، يقول له عندك قهوة باردة؟ يقول له ما عنديش. بعد يزيد من ذاك صباح بكري يقول له عندك قهوة باردة؟ بعد هذاك الراجل يحط قهواجي يحط قهوة تبرد، بعدها هو يقول له عندك قهوة باردة؟ بعد يقول له ايه، بعد يقول له جي سخنها لي وجيبها لي. برافو. شكون اللي عنده نكتة؟ تعالي تعالي ارواحي. واسمك؟ حسنان وميديا مساوي. حسنان وميديا مساوي، اسمك شباب. وقعدي بنتي قعدي قدام عمو يزيد. شحال في عمرك؟ 5 سنين. 5 سنين الله يبارك. احكي لنا الحكاية تاعك. عندك حكاية؟ حبيتي تجي تسلمي لعمو يزيد برك؟ يا برافو بنتي، مرحبا بك. هاي التحكي بمكانك. شكون؟ تعالي تعالي اروحي بنتي قعدي. واسمك؟ اسمي مدينه. الله يبارك. وين تسكني؟ الجزائر. الله يبارك، احكي لنا. قال كاين واحد النهار واحد الطفل بعثات يما يروح يشري الزيتون. بعد هذيك كان راح عليه الحال، بعد هذيك كي ما لقاش يشري لها قاعد يلعب الماتش ما لقاش يشري لها. بعدت ضرباته كيما بعدت قعدت له مارا قالت له ايه، قالت له كان جبت لي اللي قلتهم لك، كان راني ما ضربتك. شكون؟ تعال تعال اروح اروح. فوالا واسمك؟ عبد الكريم. عبد الكريم احكي لنا الحكايه تاعك عبد الكريم. كان نملة والفيل راحوا كانوا حيسافروا، بديك الفيل نسك وقته. قلت النملة بدا كما قالها بلي نسك وقتي. النملة قلت له معليش تخبى مورايا. تخبى. برافو اروحي بنتي
أرواحي. واسمك؟ بيان. اسمك بيان؟ اسمك شباب. احكي لنا الحكاية تاعك بيان. كان واحد الراجل كان يمشي ومن بعد؟ من بعد؟ نسيتيها؟ نسيتها. معليش بنتي معليش، تفضلي مكانك، تفضلي مكانك. معليش، قبل ما نروحوا الفقرة الموالية، حبيتكم بما أننا في عيد الفطر طلبنا من إيناس أنها دينا روسات تاع تحلية راح نكتشفوها مع بعض. إذا نرحبوا معايا بإيناس. مرحبا بك إيناس. واش درتي لنا بهذه المناسبة؟ راني نشوف باسكو الأطفال متشوقين باسكو يعاونوا والديهم وكامل يحبوا يديروا التحلية وكامل. وري لهم كاش يديروا حاجة سهلة. بمناسبة عيد الفطر حبيت ندير لكم لي تارت لاتو فخاس. الله يبارك. نسحق نص ليتر الحليب، زوج معالق مايزينا، زوج حبات بيض، ليكسخي تاع لافخاز، وكاس سكر، و50 غرام تاع زبدة. داكور. نبداو من الأول نغلو نص ليتر الحليب تاعنا قبل. داكور. دونك نغنو نغلو نغلو نص لتر حليب. داكور. ما بعد ما هي راهي تغلي حنا نبداو نفرغوا لا مايزينا تاعنا. داكور. شوفوا يا اطفال التختوله تو فخاز تحبوهم؟ ما تحبوا لي التختوله تو فخاز؟ هاي مالا شوفوا كيفاش درنا كاس كاس مايزينا. زوج ملاعق مايزينا. زوج ملاعق مايزينا وزوج حبات بيض. زوج حبات بيض. كاس سكر. كاس سكر. نخلطوهم الاول. نخلطوهم. اوكي. ما شفتيش المساعدة تاعك اليوم؟ ما حبيتش تجي، راهي كونجي. اوكي دونك نخلطوهم هكذا ومن بعد نفرغوا الحليب تاعنا اللي غلى. نفرغوا الحليب اللي كنا مغلي بشويه برك. داكور بشويه. اوكي ومن بعد نخلطوا كلش. اوكي ومن بعد واش ندير؟ نحطوهم هنا نحطوهم في نحطوهم على النار. وي وندير لهم شي لاغون تاع ليكستري تاع لافريز. لافريز وي. داكور. شويه برك كيس مغرف صغيره تاع القهوه هذيك كلها. نخليهم يغليو بيان. يغليو شويه. في الاخر كي يغليو ندير لهم 50 غرام تاع زبده. تاع الزبده. انا كنت ديجا وجدت. كنتي وجدتيهم. من الاخر تعطينا هذا تعطينا هذا الخليط هذا. نفرغوا في هذه الميني تارتولات. درتي زوج وحده ليا وحده ليك خلاص. ونديكوريهم بالفروي تاعنا حسب الاختيار. داكور. هادوك ديري التفاح ومن بعد ديري لافخيز كيما تحبي. اوكي. هادو خلوهم يبردوا. من بعد ما يبردوا انا كنت ديجا كنتي وجدتي. برافو. انا بغيت درتي زوج حصراه راك في سبعه كاع. الله يبارك الله يبارك. اوكي هايلين. اذا يا اطفال هذه كانت لا تقتل تفكاز. بالصحة والهنا عليكم ان شاء الله. شكرا شكرا الناس يعطيك الصحة. شكرا شكرا شكرا. إذن ما هو الشيء الذي نبتلعه؟ سنجيب الميكرو نجيب الميكرو ويبتلعنا. تعال أرواح. واسمك؟ نبيع.
واسمك؟ نذير. نذير، واش هو الجواب؟ الملابس. لا لا ماشي الملابس. لقد تعالي بنتي تكريم باسمك؟ هيام. ايه هيام اسمك شباب. واش هو الجواب؟ الارض. ماشي الارض. واسمك؟ شيماء. وين تسكني شيماء؟ في ولايه عنابه. ولايه عنابه، وفي اي مدينه؟ اه تسكني في مدينه عنابه بالذات. الله يبارك. واش هو الجواب؟ حذاء. ماشي الحذاء. ماشي الحذاء. لا لا ماشي الموت، ماشي الموت، ماشي الموت. تعالي واسمك؟ رهف. ها؟ رهف. واسمك؟ رهف. آه رهف. وش هو الجواب؟ الماء. الماء، برافو. الماء، نبتلع الماء ويبتلعون الماء. برافو برافو. أروحي بنتي، أروحي بنتي، أعطيني الهدية تاعها. تعال تعال عمو يزيد يعطيها لك. إذن احنا الأطفال شاطرين، نعطوهم هدية، قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة، وسيدي من حق الطفولة لعمو يزيد، وكذلك عندك نبولات، نبولات كما هادو اللي راهم هنا عمو يزيد باش تلعبي بهم. فوالا بنتي تفضلي، مبروك عليك، مبروك عليك. في كل مرة عندنا عيد ميلاد، وباش تحتفلوا بعيد ميلادكم في حصة عمو يزيد، تبعتوا 5 قسيمات حليب رامي للعنوان التالي اللي هو صندوق بريد 42000 سطوالي الجزائر العاصمة، باش تحتفلوا بعيد ميلادكم في حصة عمو يزيد. معنا اليوم يوسف، تعال يوسف، أروح ولدي تعال. يوسف بعث لنا سيرمو، والديه هما اللي بعثوا لنا قسيمات باش اخترناه باش يكون معنا ليحتفل بعيد ميلاده. حنا نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد، أصدقائنا يروحوا يجيبوا الجاتو ديالو. أروح يوسف، جيبوا يوسف، أروح يوسف، تعال تعال. يلا تغنوا كامل معايا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونات، نسهى الأمراح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه ويباركوا له، واجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، واجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو برافو برافو. إذن يوسف عمو يزيد راح يشعل لك الشمعة، فوالا خلوه يجي يطفي الشمعة، فوالا لهنا. إذن ديروا معايا العد التنازلي، 3 2 1، طفي الشمعة، زيد. برافو يوسف، برافو برافو برافو. إذن وليدي مبروك عليك، عمو يزيد يهدي لك شهادة، شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد.
اللي انتم تاني يا اطفال كامل كي تخرجوا كل واحد يدي معه شهاده في هذا الظرف باسمه. يا اخي هاك يوسف، وبما انك بعت لنا والديه، والديه هما اللي بعتوا ماما وبابا، باينه بعتوا خمس قسيمات من علب حليب رامي، اخترناه باش يحتفل بعيد ميلاده. وممول الحصه رامي يهدي لك تابلت ان شاء الله تستفاد بها وليدي، يحكي معها له بوبي. وانا ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل على نفس القناه في نفس التوقيت. حبكم يا اطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، احببناكم، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، احببناكم، احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.